اي نعم يا صديقي المشاهد، انا المصعي قررت اعتزل هاي القناه. لا افكركم راح اعتزل كيوتيوبر، لا حب، انا هلا بلشت. اوكي انا فيكم في منطقتي. اوكي من الاخر قررت اعتزل هاي القناه واتخلى عن ال 260 الف مشترك اللي مش مشتركين في قناتي عشان اني شاب الف بنت تتمناه. لا مش لهذا السبب، لا اول لهذا السبب بس مش لهذا السبب. اوكي طيب خليني اقول لكم ليش بدي اترك هاي القناه، وين بدي اروح، وايش بدي اسوي، وهل غسلت راسي قبل ما اسجل هذا الفيديو. طيب بدي اترك هاي القناه عشان فقدت الامل منها. من الاخر عشان حاولت كثير فيها بس القناه ما حتزبط، القناه هاي نفس واحد بعرفه بحياتي ما راح يزبط، عشان كل المشتركين اللي في هاي القناه جايين من فيديوهات الشورتس اللي كنت بنزلهم قبل، فقاعدين يتجاهلوا الفيديوهات العادية اللي بنزلها. لهيك اليوتيوب ما بينشر فيديوهاتي لأنه كتير من المشتركين بيتجاهلوها، اللي أصلا هن مشتركين عشان فيديوهاتي القصيرة مش عشان هدول الفيديوهات. أوكي وغير هيك كمان القناة عليها سترايك، عطوني إياها هيك بدون سبب، كنت نزل فيديو بعدها بشهرين اليوتيوب أدرك إنه هو مخالف فحذفوا لي إياه وعطوني سترايك، مرت أبوهم أنا. أوكي والناس اللي عم تسألني إيش يعني سترايك، سترايك هي نوع من أنواع التفاح أو الميكروويف. لا بمزح، سترايك هي عبارة عن مخالف، وإذا جيتك مخالفتين فما حتقدر تنشر فيديوهات واحتمال يحذفوا قناتك كمان، وإذا جيتك ثلاث سترايكات فراح ينحذف القناة. والحمد لله شركة اليوتيوب في هاي القناة مش معتبريني يوتيوبر عادي زي باقي اليوتيوبرز، لا أنا مميز بالنسبة لهم، معتبريني مرت أبوهم. يعني لو كنت شريك معهم بالورثة ما كان راح يسووا فيني هيك، يعني لو أكمل بهاي القناة مش بس راح يسكروا قناتي، راح يسكروا باب غرفتي كمان. طيب أوكي هلا انسوا هذا الموضوع، هاي القناة معناها كتير كبيرة وكتير تعبت فيها، لهيك ما راح أسكرها، راح أنزل عليها فيديوهات الشورتس التافهة اللي كلكم تعرفوها تقريبا، اللي ما حد بيسمعها بس ما أدري كيف بتحبوها. طيب يا توبي إيش بدك تسوي، وين بدك تروح؟ آها سؤال بيوتيفول جدا، فتح قناة جديدة غيرت كتير شغلات ورح تلاقوا شي حلو كتير، يمكن مش حلو بس يعني حلو كتير. اوكي رح طلع نفسي فيها بالفترة الجاي ورح غير كتير شغلات ورح نسوي كتير شغلات جديدة ورح نبلش من الصفر. اوكي هلا بالنسبة للصبر انه ما صبرت في هذيك القناة ولهيك ما نجحت، فحاب اقول انه مش دائما لازم تصبر يا صديق المشاهد، يمكن تكون في طريق غلط وعم تهدر كل طاقتك بدون سبب، وانا حبلش من الصفر في هاي القناة وباذن الله رح نوصل للملايين. فاذا بتحب تدعمني يا صديق المشاهد تكون جزء من هذا النجاح فروح اشترك في هاي القناة، رابط القناة في الوصف، شوف فيديوهاتي للاخر هنيك، ودائما حط لايك وتعليق وفجر تعليقات. اوكي وزوجوني كمان، لا بمزح لا تزوجوني انا يعني، لانه طلبت كثير شغلات منكم ما ضل شيء ما طلب، بس اتس اوكي اذا بتحب تدعمني اوكي، اذا ما بتحب تدعمني انا حوصل باذن الله معك او بدونك، لا بمزح اشترك. اوكي المهم رح تلاقوا توبي مختلف هنيك، يمكن مش فيري ويل بس فيري ويل. اوكي وتوبي جديد فيري كوميدي، كثير عفوي، كثير بيض زيتون عنب يعني. وبس حاب اقول كلمه في نهايه هذا الفيديو، صح اني في اسوء حالاتي حاليا وراح ابلش من الصفر او ماي جاد، بس راح اوصل اوكي، لانه مش انا اللي بستسلم ومش انا اللي ما بوصل، مش سهل اني اوصل بس مش صعب. I will win.